المشاهدون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أروعها من صفات يعتز بها المسلم في حياته، هذه الصفات المباركة التي وصفها بها كل مسلم، وما أروع أن يتفرغ كل مسلم لبعض الوقت لمناجاة ربه والتقرب منه، يبتعد فيها عن شواغل الدنيا وملهيات الحياة، يترك فيها الدنيا وما اشتملت عليه من صخب وتعب يجمع شتات قلبه ويلم شعث نفسه، ويجعل من عمره ساعات يقضيها بين مناجاة لمولاه وطاعة لخالقه وتفكر في معاده وانشغال بآخرته، فيقوى بذلك إيمانه ويزيد يقينه، ويعلم حقيقة هذه الدنيا وزوالها وسرعة انقضائها، ويتأمل في ملكوت الله جل وعلا وعظمته وجلاله. موضوع حلقتنا اليوم من برنامج فتاوى يعين في تحقيق كثير من ذلك، فهو عبادة تجمع كثيرا من الطاعات والقربات كتلاوة القرآن والصلاة والذكر والدعاء وغيرها، ولا شك أن فيه بعضا من المشقة والبعد عن الرفاهية والراحة، ولكن ثوابه عظيم وأجره جزيل لمن أخلص النية فيه لله رب العالمين، ألا وهو الاعتكاف. ما هو الاعتكاف وحكمة مشروعيته، وكيف يكون، ومتى يبدأ وينتهي، وهل هو خاص بالرجال فقط دون النساء، وهل اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ نتعرف على كل ذلك من خلال هذه الحلقة. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات فضيلة الشيخ الدكتور الوالد محمد أحمد حسن، حياكم الله يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يبارك. كذلك أسعد بكم أنتم أينما كنتم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة بعد قليل، أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، أو لمستخدمي تويتر عبر هاشتاغ فتاوى قناة الشروق، أو عبر رقم الواتساب. نسعد بكم دائما وباتصالاتكم. بسم الله نبدأ يا شيخ. بالنسبة للاعتكاف، ما هو الاعتكاف؟ بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الاعتكاف معناه الإنسان يحبس نفسه على الطاعة. الاعتكاف حبس النفس على الطاعة، والاعتكاف يعني سنة، ويكون سنة مؤكدة في شهر رمضان، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، والرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وهو سنة للرجال وللنساء، لكن المرأة ما تعتكف إلا بإذن من زوجها. والاعتكاف سنة عنده ثلاثة أركان. الركن الأول الشخص المعتكف، الركن الثاني المسجد، الركن الثالث زمن الاعتكاف. دي الثلاثة أركان بتاعت الاعتكاف. ونضرب لنا مثال، وبعدك قال له يوم كامل أو ثلاثة يوم أو عشر يوم، كله جاي. الشافعي قال الزول لو دخل المسجد بنية الاعتكاف قاعد في زمن يقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وطلع يكون أتى بسنة الاعتكاف، يعني معناه دي دقيقة واحدة. أما المالكية قال له يوم كامل 24 ساعة، يوم وليلة. واحد قال لنا يا أخوانا دار اعتكف ثلاثة يوم، أعمل شنو؟ طوال يقول له تقوم تستعد من بالليل، تحضر لك كرتونة كده فيها شوية مربى، طحنية، جبنة، كم رغيف كده، حاجات مشي، الحاجات اللي فيها ريحة قوية، ناس السردين والسمك والحاجات دي، ما البصل والحاجات دي، لا حاجات ناشفة، وتشيل لك مخدة واحدة وتمشي تدخل المسجد قبل صلاة الصبح بنية الاعتكاف، تاخذ الكرتون بتاعتك دي مع مخدتها هناك في الركن في المسجد، وتدخل المسجد بنية الاعتكاف، تسبح وتقرأ، تسبح وتقرأ، جي صلاة الصبح تصلي الصبح مع الجماعة، الناس سلموا صلاة الصبح، الناس مرقوا وانت ما تمروا، تروح في المسجد تمسك تقرأ وتسبح وتقرأ وتسبح، ان عيسى قبز عليك النوم، جام مخدتك دي خليك نومه في المسجد، صحيت من النوم تاني تمت تتوضا وتجي تقرا وتصبح وتقرا، وهكذا ما تطلع من المسجد خالص الا اذا احتجت حاجه ياكلوها الدكان قريب تجي من الدكان. ما تطلع من طلعت من المسجد لمشوار تاني، مشيت البيت اعتكافك بطل. طيب انا داري امشي الحمام في البيت، بيت ما بعيد، نقول المسجد ما فيه حمامات، قال ما مقفله، خلاص على شرط لما تمشي البيت من باب الحوش للحمام، من الحمام لباب الحوش، لو قال انا تعبت من رقاد الوطن ده ادخل ارقد في المرتبه الليني دي شوي بس، ادوني 5 دقائق اعتكاف بطل. قال انا داري اقول لي كلمه كده كلمتين كده لما الوليدات اعتكافك بطل. ممنوع تطلع من المسجد، بس سمحنا لك من باب الحوش للحمام، من الحمام لباب الحوش تدخل المسجد.
هاي ده الاعتكاف من غير أي كلام جانبي. هاي طيب شيخ، بالنسبة لمن يعتكف من بداية الشهر هل هو يعني جائز؟ يجوز، لكن الشهر كامل صعب بالنسبة له. لكن يعني أقصد أنه من بداية الشهر يعتكف يومين في بداية الشهر، ما في الاعتكاف السنة كلها بس في رمضان يكون سنة مؤكدة. طيب بالنسبة يا شيخ للمرأة، هل تبات في المسجد؟ هي طبعا من شروط المسجد ما يكون، لابد يكون مسجد عام، زول عنده مسجد في حوشه يصلي فيه ولا يجي ضيوفه ما بينفع، لازم يكون مسجد عام. والمرأة تعتكف بإذن زوجها ويكون معاها رفقة مأمونة من النساء وكذا. نعم. طيب أستاذ، أنا كأخذ اتصال من ليبيا. خالد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا خالد. الله يجزيك العافية شيخنا. الله يحييك، تفضل سؤالك. مولانا الشيخ محمد أحمد خاتم، بارك الله فيك على ما قدمته. آمين. آمين. سؤالك؟ سؤالي كان بسألته قبل فترة في الواتساب على تلفون البرنامج. الآن بسأل عن طريق المباشر. هو السواك في نهار رمضان. طيب حاضر إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ ومبارك برضو أي نعم، كنت نايم وشيت أو تشيت على الحريقان، الحريقان بيكون في الصدر بيطلع معه جزء من الطعام في البطن، فكنت نايم وأنا فجأة لقيت نفسي في طعام طلع ورجع ثاني. طيب حاضر إن شاء الله، تسمع إن شاء الله. شكرا يا خالد. يسأل عن السواك في نهار رمضان. السواك في نهار رمضان جائز، وكل العلماء جائز، بس بعض فقهاء الشافعية قال يكره بعد الزوال. ليه؟ قال لأنه بيزيل رائحة الخلوف اللي هي عند الله أطيب من ريح المسك. نعم. السؤال الآخر يقول استيقظ من النوم ووجد بقية الطعام راجع، يعني المر. قال بيرجع ده ما بيطلع صحيح، يعني إذا طلع وصل الخشم يتفنه، وما بيوصل الخشم اسم الحرقان يقول المر وأي شيء اللي هي تلفظ المعدة، يوصل الحلق ويرجع، أما وصل الخشم منه جزء تفنه، ما وصل ما بيقطع الصيام. طيب وصل الخشم تفنته ما بيطلع الصيام. أحسنتم. طيب هذا سائل يقول أنا ابتليت بمعصية مهما حاولت أن أتخلص منها بقيام ليل واستغفار لكن لم أتمكن، أفتوني. ما يبقى ضعف في إيمان بقى، يعني زول المعصية زول يعصي ربنا ويقول ما بقدر أخليها، دارت أتخلي المعصية دي أقرأ الآيات اللي بتوصي بليك صفة نار جهنم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والعلماء قالوا أخذنا جهنم أشكال مخيفة جدا وأجسام عاتية جدا منزوعة من قلوبنا الرحمة. الإمام القرطبي قال الملك الواحد ما بيكون ذرة من الرحمة في قلبه. لا إله إلا الله. هذين مستعدين ليمنوا للناس اللي بيرتكبوا المعصية ويصر عليها ويقول أنا ما قادر أخليها. أحسنتم. والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا. لنهديهم سبلنا. أحمد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك، يحيي لك وتحيي للأستاذ. الله يحييك يا أحمد. سؤالك؟ سؤالي بالنسبة لي أنا في السعودية. نحن حوالي 6 أو 7 أنفار. بنجمع زكاة الفطر. طيب. بنحاول السودان، ما عندنا ناس معروفين مثلا أيتام أو عندهم فشل كلوي، فبنحاولها. طيب. بنرسل لهم السودان يعني. طيب. بنجمعها. واضح السؤال. عندك سؤال آخر؟ الله يكرمك. فعبد العزيز الشيخ في الجزء ولا ما بيجوز؟ طيب شكرا. يلا. شكرا يا أحمد. الله يكرمك. أحمد يقول هو عنده مجموعة من الشباب يجمعوا زكاة الفطر ويرسلوها للسودان، هل يجوز؟ إلا في حالة هناك البلد اللي هم فيها ما فيها فقراء، ما فيها فقراء هنا في البلد فيها فقراء مسلمين، في الحالة دي يجوز إرسالة. أما إذا في فقراء يبقى تصرف على البلد اللي أنت صمت فيها رمضان. طيب هذا سائل كذلك يا شيخ عبر رقم الواتساب، يقول نحن نعمل في مجال مكافحة الجراد الصحراوي بساحل البحر الأحمر
بنطلع المناطق الخلوية في شكل مجموعات، بنكون متجولين في الأدوية وال في ال في ال والف بالأدوية في الأماكن البعيدة والفيافي لمدة 10 أيام وأكثر. مرات بنكون بنبيت في أماكن، هل نقصر الصلاة وهل يجوز أن نصوم أو لا؟ أي طبعا إذا كان في الخلاء بعيدة، بلدة تحرك منها أكثر من البعد اللي هم فيها ب 88 كيلو، يبقى مسافة قصر الصلاة. السكن الساكنين فيه، المدينة الساكنين فيها، الغرية الساكنين فيها، وتحرك في الصحراء دي، إذا كان بعد من 88 كيلو يبقى مسافة قصر الصلاة يقصر الصلاة، وإذا كان هنا يشق عليهم الصيام يفطر. طيب. أما مسافرين. أحسنت. محمد من أم درمان، السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام والرحمة. محمد. التحية لك وللوالدة فضيلة الشيخ. ولك التحية إن شاء الله. عندي سؤالين. الأول. السؤال الأول، بيقولوا في آخر جمعة في شهر رمضان في صلاة بتصلى من 4 ركعات. في كل ركعة صلى مثلا الفاتحة وسورة الغسل 15 مرة، الفاتحة ومعها سورة كان 15 مرة. هذه الصلاة بقول فضلها يعني عظيم. أنا بدي أتأكد من صحتها، وبرضو بسأل من صلاة التسابيح ومدى صحتها. طيب حاضر إن شاء الله. شكرا يا أم محمد. أم محمد إيش تسأل من حكم الصلاة في آخر جمعة، هل هناك صلاة من 4 ركعات تقرأ فيها الفاتحة وسورة 14 أو 15 مرة؟ لا، ما في كلام بالشكل ده. طيب ما في خالد، كلام مبتدع ساكت، كلام ناس ما تعمل ولا تصدقه. تسأل من صلاة التسابيح. صلاة التسابيح اختلف العلماء في صحة الحديث الوارد فيها، بعضهم ضعفوه بعضهم حسنوه وبعضهم صححوا. اللي صلاة التسابيح 4 ركعات فيها 300 تسبيحة، اللي بسرعة كده زول يقول نويت أصل صلاة التسابيح، يعني في غير وقت الكراهة مندوبة. الله أكبر، يقرأ الفاتحة والسورة قبل ما يركع، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، يروح راكع، هو راكع يجيب 10 بقى 25، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يقول 10 بين 35، يروح طوالي ساجد يجي 10 بين 45، يرفع من السجود يجي 10 بين 55، يسجد السجدة الثانية 10 بين 65، قبل ما يقوم للركعة الثانية يقول 10 بين 75، يقوم للركعة الثانية في كل ركعة 75 تسبيح. يقدر تشهد يسلم. طيب هذه سائلة يا شيخ عبر رقم الواتساب تقول هذا السؤال أرجو أن تطرحوه لفضيلة الشيخ. والدتي على علاقة مع رجل آخر غير والدي، علما أن أبي لا يعلم هذه العلاقة. العلاقة مع ابن عم والدي، علما أنها امرأة كبيرة ونحن بناتها. سبحان الله، في الحالة دي وعدين يوم كلهن يلم من أمهن دي وعدين جمع ينصحنا ويحذرنا، هاي ينصحنا ويحذرنا، هاي قامت ولا قالت يخوفنا كمان، يقول لي اذا انت ما وقفت الموضوع ده المكلم ابونا بس ده شكد زول عليك. الله عندها بنات وبزوجها تم علاقه مع راين، حول ولا قوه الا بالله. طيب شيخ، لعلي اعود لمحور الحديث، بالنسبه للاعتكاف يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف. أي. واعتكف من بعده صحابته رضوان الله عليهم. هل لابد أن يكون الاعتكاف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم بعدده وكيفيته وطريقته؟ هذا ما شرحناه لكن في البداية. أيوة. اللي هو قال له يوم 24 ساعة 3 يوم 10 يوم. وحتى الشافعي قالوا لو دخل مسجد بنية الاعتكاف قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أتى بنية الاعتكاف بسمة. طيب. الاعتكاف أنا كنت أقصد يا شيخ أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف تفرغ للعبادة. الواقع الآن يعني إلا من رحم الله تجد كل 2 مع بعض، يا مقضينها ونسى، يا مقضينها قيل وقال، يا جوالات، يا واتسابات، إلى غير ذلك. طيب تسمح لي أخذ اتصال يا شيخ بعدين أرجع. أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال لك. اتفضلي.
انا حامل ابني 17 اسبوع. طيب. وزوجي كان ماشي. لما جاء قال الدكتور عملت عمل صوتي ولا جاء قال لي جينا ده ما جناش. بس اسألني. طيب. طيب هو 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 كان موجود وسافر ورجع يعني وقال الكلام ده؟ لا كان هو لما جاء حصل الحمل. هو لما جاء شنو؟ هو كان مسافر لما جاء حصل الحمل. طيب. مشيت الدكتور في يوم في ايام رمضان قال لي عندك 17 اسبوع اللي هو 4 شهور واسبوع. طيب هو هو مما جاء له كم؟ هو جاء يوم 20/1. طيب تسمعين ان شاء الله الاجابه. شكرا ام احمد. ام احمد هي حامل يا شيخ 4 شهور تقريبا واسبوع. زوجها كان مسافر برا وجاء فقال لها ده ما جناي. علما انه هو جاء في 20/1 يعني 20/1 واحنا الان في ولدت ولا ليس؟ هي حامل الان في الشهر الرابع. كيف؟ اذا ولدت هو كان مسافر وجاء وقعد معاه فتره. هي بتقول هي حملت بعد ما هو جاء طبعا. بعد ما هو جاء. ايوه. سمع. لكن هو بقول ده ما جناي. في الحاله اذا كان ولدت هو كان غايب ولا قاعد معاه الزمن كله؟ هو كان مسافر وجاء. هو كان مسافر وجاء من يوم ما جاء لو ولدت بعد 6 شهور يكون جنى جناه ما بقدر ينقل من ناحيه شرعيه حتى لو رفع قضية رفعت قضيه للقاضي القاضي بيثبت جناه لانه الشرع بيقول اقل مده الحمل 6 شهور واقصاها سنه. يبقى الحالة دي ولد بعد ما هو يوم ما جاء ولدت بعد تمام 6 شهور كك جنى جناه ولدت قبل تمام 6 شهور يبغى جنى ما جناه. ده في الحالة دي. لكن يا شيخ هل بسهولة يعني الرجل يوجه مثل هذه التهم لزوجته؟ هذا كلام غريب خلاص يعني. أول حاجة يدرس الموضوع ده يتريس يتأنى يشوف حقق ينتظر لغاية ما تلي مستعجل ماله؟ لغاية ما تلي شوف ولدت أقل من 5 شهور جنى كامل يبغى جنى جنى. طيب. من 6 شهور فما فوق. أقول له الشرع بيقول أقل مدة الحمل 6 شهور وأقصاها سنة. أستاذنا كان أخذ اتصال من العوامرة يعقوب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ محمد إسماعيل مولانا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. الله يحييك. أنا بسأل يا أخي يعني في صلاة التراويح واحد يعني صلى صلاة التراويح صلاة التراويح طبعا فاتوا. لما جاء لا جاء صلى صلاة العشاء فاتوا وجاء صلاة التراويح جاء كمان يعني متر يعني مثلا كل ركعة تبع الإمام بيسلم يلا طيب ركعة الركعة الثانية جاء الإمام سلم وسلم. الإمام جلس هو شنو؟ في صلاة التراويح. يعقوب. نعم. معليش زول دخل الصلاة والناس بيصلوا في صلاة التراويح هو ما صلى العشاء قلت شنو ثاني؟ ما صلى العشاء صلى العشاء وجاء ما في التراويح. طيب صلى العشاء وجاء في التراويح. جاء في التراويح يلا في التراويح فاتته ركعة. طيب فاتته ركعة ها؟ يلا ادعو معنا الركعة الثانية الإمام سلم هل يمكن المقبول يسلم معه برضه في الركعة الواحد؟ طيب. زول عنده ثلاجة الناس بيشربوا منه يعني موية هل صدقة جارية؟ طيب بارك الله فيكم. شكرا يعقوب. طيب شيخ يعقوب يقول في واحد صلى العشاء وبعدين جاء دخل مع الناس سمع في صلاة التراويح اي فاتته ركعة من التراويح سمع الإمام سلم سمع يسلم معهم ولا يقوم يجيب الركعة؟ لا يقوم بسرعة يجيب الركعة وبسرعة ولسه الإمام لغاية ما يقرأ الفاتحة والسورة يكون يقرأ الفاتحة بس يجيب ركعة بالفاتحة بس يرقع يسجد ويقرأ يسلم. طيب صلاة النفل يجوز تقرا بالفاتحه بس. طيب زول لو عمل الامام احسنتم. زول لو عمل ثلاجه بتاعت مويه وخلاها للناس هل تعتبر صدقه جاريه؟ طبعا دي من احسن الصدقات يعني. نعم. الثلاجه اللي بتاعت الهنادي الكولر كولر هي نعم دي صدقه من احسن الصدقه دي احسن من الازيار واحسن من الحاجات الثانيه. طيب هذا سائل يقول لو اديت الناس اللي بتشحت في الشوارع قروش هل تعتبر صدقه؟ ومن الاحق بالصدقه؟ اللي بيشحد في دول تعاين في شكل شكل لقيت زول عزير ايده مقطوعه عزير عنده عاهه ده تديه يستحق
لكن الأطفال اللي قاعدين في الأسطبات ديلا ويجي يجيبون الساعة 5 صباحا في يكون يجي لمون الساعة 11 بالليل ديل ما نديهم ذات شكلنا شكلهم سودانيين ولا شيء. والأطفال صغار وينه الناس اللي بينادوا بحقوق الطفل خليهم في الشارع كده شوف صغار بعمر تلقاه 3 سنة بين الأسطب وينه أهله وينه قرايته وينه خلوته زي ده المفروض لنا الحكومة تشوف الناس دي الجنس شنو جاي من وين والناس اللي وراهم والوراهم منو أي أطفال صغار تحتحين عليهم وفين حبيبين لا يأكل لا يشرب ربع من في الصباح ليه بالليل تلقاهم ما قدامهم يأكل ولا يشرب عيني صحيح دي ما نديهم خالص. طيب هذا سائل الشيخ يقول هل الميت يعرف حال أهله بعد وفاته؟ أي نعم أخبار الأحياء تمشي للأموات قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الأخبار الأحياء تمشي للأموات لكن سمع شو أخبار سمع يفرح أخبار حزن يتمنون لنا الهداية. طيب يعني الأخبار تنقل عن طريق الأموات؟ ربنا يوصل لهم قلت وقال أخبار الحياة تمشي للأموات وإذا زرت ميت ترد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يمر على قبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله له روحه حتى يرد عليه السلام رواه الإمام الحافظ بن عبد البر بإسناد صحيح. يا سلام أي. سبحان الله لعل هذه من الأشياء يعني الإنسان يقف فيها ويتمعن. آه يا سهي الموت ما هو عدم إنما هو انتقال من حياة لحياة. سبحان الله. نعم الجسد بتأكل الوطاة لكن الروح هي موجودة. سبحان الله. يا منعم يا معذب. الله المستعان. طيب أنا أستاذنا أخذ اتصال أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحب بكِ. الله يخليك مرحب بك ومرحب بشيخنا. الله يحييك يا أم محمد. تفضلي. عندي سؤال. عندي بنتي سار يعني طلعت مزوجة والدكتور مانعة من الصيام هي لازم 3 شهور الأولى فهي ما عارفة تعمل هسي حاليا يعني في الشهر ده ممكن تعمل شنو غير إنها مثلا تنتظر لحد ما تلدى أو لحد ما تتم الرضاعة شايفين الوقت طويل بالنسبة لها حاليا ما صايمة هي لا حاليا الدكتورة قالت لا لازم تصبري طيب حاضر ان شاء الله ربنا يتمم يلا السؤال الثاني الله يخليك تسلم ايوه السؤال الثاني السؤال الثاني انا عندي جارتي شديد جارتي بالحيطه طوالي مسيحيه ف يعني التراويح بعض منا وبناخذ منا وبتاخذ مننا بقدر اعرف يعني انه الحيطه دي يعني حرام طيب تسمع ان شاء الله الاجابه الله يخليك تسلم شكرا جزيلا أم محمد هي تقول عندها بنتها هي حامل والدكتورة منعتها من الصيام تعمل شنو بعدين تقضي ولا بعدين تطعم أسا تفطر ما دام الدكتور منع من الصيام تفطر لغاية ما تلد بالسلامة جناها يبقى 10 شهور ما محتاج للبنى في الحالة إذا أخذت برأي الأئمة الأربعة تقضي أخذت برأي الصحابة أطعمت برضو يجزيها نعم السؤال الآخر تقول جارتها بالحيطة مسيحية وأحيانا هم بيدوهم أكل وهي بتديهم هل يجوز الأكل منهم أو لا؟ أي يجوز لأنه ذي الطعام الذين أوتوا الكتاب وحل الحلال علينا حل لكم طعام حل الناس لكم. اللي بيعبدوا الكجور بيعبدوا البقر بيعبدوا بوزة ذي لا ذي المجوس أما أهل الكتاب اللي هم المعتنى غديان المسيحية أو اليهودية ذي اللي يسمون أهل الكتاب قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلا إذا كان جابونا لحم شكينا فيه لحم خنزير ما نأكله طيب وننصح زائد أخواننا نحن طبعا كمسلمين ونتعامل معكم كويس نأكل أكل كنت نأكل تأكل لكن إذا كان يوم من الأيام تبخت لحم خنزير وتدون منه لحنين لحم الخنزير علينا حرام بس يكلمون كده طيب هذه سائلة تقول أنا عندي ذهب خاتاه في البيت من أجل حفظ المال هل فيه زكاة أو لا بعد الفاصل إن شاء الله فاصل قصير أيها المشاهدون ثم نعود لمواصلة الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور الوالد محمد أحمد حسن لا تذهبوا بعيدا
حياكم الله من جديد. ما زال الحديث متصل مع فضيلة الشيخ الدكتور الوالد محمد أحمد حسن حول الاعتكاف في رمضان. حياكم الله من جديد. الله يبارك فيك. السائلة كانت قبل الفاصل تقول عندها ذهب وهي خاتة الذهب عشان تحفظ بها قروشة. أيوة. هل يجوز أن تخرج زكاة الذهب؟ أي نعم. الذهب طبعا الذهب نوعين. النوع الأول اللي هو جايه اشترى زوجها أداها أبوها من ضراعة من مالها اشترته بقرض الزينة، ده ما عنده زكاة حتى لو كتر ما عنده زكاة. أما اشترته بقرض الحفظ المال عليه زكاة. والسحي صرحت واضحة قالت جابته بقرض حفظ المال، يبقى كل سنة تزكيه. تشوف الذهب ده تكون حافظة في البنك ولا حافظة في محل. الذهب ده مثلا يقول والخمسة وقيات مثلا، تشوف تضرب تلفون لناس الذهب الوقية اليوم تساوي كم بالقروش السودانية، قالوا تساوي كذا مليون، خلاص يا عرفت ماله مليار جنيه ذهب الموجود المحفوظ قيمته اليوم مثلا مليار، تزكي المليار ده تطلع قروش زكاة القروش السودانية. تاني ما على إلا السنة الجاية، تاني السنة جاية تشوف ذهب ده يساوي كم بالقروش السودانية، تزكية قروش سودانية وهكذا. أحسنتم. أستاذنا كأخذ اتصال من السعودية. أبو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الأخبار؟ مرحب بك. رمضان كريم. الله أكرم. الله يجزاك. هل السؤال هل يجوز للفرد يحج وهو عليه دين؟ طيب. والسؤال الثاني. نعم. هل واحد عندنا سؤال عن يعني واحد ممكن يخرج في سبيل الله ووالدته كبيرة في العمر ومحتاجة له؟ طيب الله يديك العافية. شكرا جزيلا. بالنسبة لسؤال محمد الأول، هل يجوز للشخص أن يحج عليه دين؟ إذا كان الدين ده كثير بسيط، يعني مثلا قروش كثير وعنده رصيد عنده دكاكين عنده دخل هني ونقص مبلغ سيولة 1,000,000 جنيه 2,000,000 جنيه ممكن يستلف يمشي حج ويوصي. أنا كان متن دا فلان داري مني 2,000,000 أدوها هي، لكن الجول ده ما عندي شو قروش أنا قصد ما عنده لا دخل لا إيراد لا كده، يقوم يستلف حيسدد فروض أنت مت هناك اللي بيسدد لك الحالة ده الحاجة أصبح ما واجب عليك ما دام أنت ما عندك استطاعة. من استطاع إليه. لكن إذا كان مبلغ بسيط وعنده إمكانية يسدده أو أولاده يسددوه ممكن. طيب سؤال الآخر يقول هل يجوز للواحد أن يخرج في سبيل الله ووالدته محتاجة إليه؟ أنا طبعا في الحالة دي الجهاد في المال، يا راجل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رسول الله على استأذنك في الجهاد يبتغي الأجر من الله، فقال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. يا سلام. وفي رواية ففيهما فجاهد. في رواية فلزم رجليها فثم الجنة. أيوة. في واحد تاني الحديث تاني عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، قال هل من والديك أحد حي؟ قال أمي. قال قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. يا سلام. يا سلام. طيب شيخ إذا ما كان الأمر جهاد في سبيل الله، إذا كان أمر خروج في سبيل الله. أي طبعا هو يخرج في سبيل الله جهاد في سبيل كل واحد برضه ينطبق عليه. ينطبق عليه. طيب خطاب من بحري السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. مرحب بك خطاب. يا شيخ خير. حياك الله. بس يا اخي انا صحيت الصباح وطبعا ما انت للزمن بتاع السحور المهم شربت المويه زي يعني انت بعد ما شربت المويه؟ لا يعني انت للزمن لقيته عند الساعه 4 و5 دقائق هو الانسان بتاع الفطور ذكرت منه اني لقيته الساعه 3:56 نعم واضح السؤال. شكرا جزيلا. السؤال يقول لي يا اخي نقطه داري توضيح. الكلام اللي قلنا ده إذن الوالدين ومطلوب في الجهاد التطوع، يعني خارج في جهاد تطوع لابد إذن من الوالدين، والدين ما نوع يستمع. أما الجهاد الفريض زي أخواني في القوات المسلحة قوات الأمن الشرطة الموحدة تصدر لهم الأوامر ينفذوا حتى الوالدين يحترضوا، لأنه ده معين نفسه من النظام من القوات دي أي الخروج في سبيل الله اللي هو يسمى بجهاد الدفع.
ايوه يعمل سيد طاعه الغايد برا وبحرا، ما هو بايع على انه يطيع الاوان برا وبحرا، يبقى ده ما ياخذ اذن من الوالدين. يعني زول جندي داري صدرت له اوامر انه يخرج للجهاد ينفذ التعليمات، ابوه وامه قالوا له لا ما يسمع كلامه يخرج، لانه طاعه الحاكم من بدايته هو دخل في القوات، دخل انضم للقوات دي باعتباره مجاهد، والدين قبلانين وخلاص دخل، يعني خلاص اصبح تنفيذ الاوامر واجب عليه. طيب خطاب بالتالي طاعه الغايد بتاعه مقدم على طاعه الوالدين. نعم. خطاب يقول هو صحة وشرب ماء وتبين له أن الوقت قد دخل وقت الإمساك. تكلمنا كثير عن الموضوع ده أخواننا من بداية الصيام، نتكلم أخواننا الصيام ده أمانة. أنت صحيت من النوم لقيت نفسك عشطان بعد السحور، قبل ما تشرب يا أخي ما دعينا الساعة كم؟ ما عندك ساعة الموبايل ده ما فيه ساعة؟ أطلع بر الصنط، هل في أذان؟ هل في ديك بتعوعي؟ هل في صلبت غام؟ بعد كده أكد تشرب، لكن تصحى من يوم تشرب تجي تقول لقيت الناس يصلي في الصبح. كثير السؤال ده بيجينا من كثير من الناس أخوان، ده يدل على شنو؟ يدل أن إحنا بنتعامل على فريضة من أعظم الفرائض، هي أمانة بين العبد وربه، نستهون فيها بالطريقة دي أخواننا. السؤال ده بيجينا من عشرات الناس يوميا، صحيت من اليوم لقيت نفسي عشطان شربت لقيت الناس يقيموا في صلاة الصبح، ده كلام شنو يا اخوان؟ الخوف الديك ذاته يكون بيعوعي في غير الوقت لا الديك ما بيعوعي، الديك منضبط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير تعوذ بالله فإنها رأت شيطانا. الديك منضبط، نحن ما احنا ننضبط. هذا سائل يا شيخ يقول فدية الشهر 600 جنيه، إذا دفعت 300 جنيه حسب الاستطاعة هل تجوز؟ الموضوع شنو قال يدفع فدية الشهر؟ أي 600 جنيه أي باعتبار الواحد 20. يقول إذا دفعت 300 حسب الاستطاعة هل تجوز؟ خلاص يجوز، إذا ما عنده غير كده أي ممكن يجوز. يعني مثلا بدل ما يدفع قال ما بقدر ادفع على 20 لكن اقدر ادفع على 10 يدفع على 10. طيب هذه سائلة تقول هل يجوز لي ان اقرا القران وراسي مكشوف؟ هاي من المستحبات، يعني تغطي راسه، لان لما تقرا القرايه مشهوده بالملائكه يبقى تغطي راسه. طيب بالنسبه لهذا السائل يقول أنا في السعودية والشغل بعد الفطور، ليه صلاة الصبح لا صلاة عشاء ولا صلاة تراويح في المسجد حتى نهاية رمضان؟ خلاص يصلي في محل الشغل، إذا ما بقدر يصلي جماعة يصلي فرد، ما شغل رسمي يعني، بس يصلي أوقات الفرائض في وقتها. طيب هذا سائل يا شيخ يقول هو متزوج بثلاث نسوة لكن أو أبوه هو متزوج بثلاث نسوة لكن ما بيقعد إلا مع واحدة بس وهاجر الثنتين، واحدة منهم عافية له إنها يعني إنها تنازلت عن حقها، لكن ماذا عن البقية؟ الباقي لازم كمان يلتزم بالعدل بيناته. دي قالت خلاص عافيتك، يبقى خلاص ما عفت له دي حقها، ويساوي بيناتنا الاثنين، ما هن ثلاثة. الثالثة دي قالت عافيتك حقي، وديك التانيات الاثنين ديك عدل بيناتي. طيب اخذ اتصال من الجزيره. عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم الشيخ مرحبا بك، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله كريم عليكم. علي لي صوتك بس لو سمحت، تفضل سؤالك. رمضان كريم عليكم يا أخي. الله اكرم علينا وعليك ان شاء الله. يا عندي سؤال كذا. اتفضل. سؤالي أنا مثلا عندي ممتلكات، أيوة، وعندي أولاد وبنات، يعني هل بحق إنه أسجل للأولاد بس يعني بدون البنات، أو أسجل للبنات بدون الأولاد؟ طيب حاضر إن شاء الله. شكرا جزيلا. عبد الرحمن يا شيخ يقول عنده ممتلكات وعنده أولاد وبنات، هل يجوز أن يسجل بعض هذه الممتلكات
للأولاد دون البنات أو للبنات دون الأولاد؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله وأعدل بين أولادكم. العلماء قالوا في حياتك تعدل بين الأولاد والبنات، أديت البيت أديت الولد قطعة أرض تدي نفس البيت قطعة أرض تساويها، أديت الولد مليون تدي البيت مليون، تساوي بين ولادك في حياتهم. اتقوا الله وأعدل بين أولادكم. أما في حالة بعد الموت بعد ذاك الترك انتقلت منك للأموات بقت لذاك اللي ذكر مثل حظ الأنثية، لكن في حياتك تساوي بين أولادك. والموضوع ده مهم جدا، لأنه الأب لما يساوي بين أولاد يطلع الأولاد متعاونين متواصلين أرحام ومتحبين وكذا، لكن لما يقوم يميز الأولاد على البنات أو البنات يدي دو يحمي ده تربي الحقد من البداية بين ولاد من أولاد. طيب اتقوا الله وأعدل بين أولادك ونحيط بخط. أستاذنا كأخذ اتصال من النيل الأزرق. أحمد السلام عليكم. عليك السلام ورحمة. مرحب بك يا أحمد. الله يبارك. أنا نزل الشيخ عندنا مسجد في أغدي قدامه واحد يبيع تمبك وسجاير ودخان، واحنا بنصلي على المسجد كده، وباقي المساجد حدث بلا حرج. فالدار تجي المسجد ما في حمام حتى تتوضأ وقوبي، حتى الشؤون الوظيفية نايمة. تكلمنا 100 مرة عنه وما حد يتكلم ولا حد يقول أي كلام. التلفزيون مرات نشوفه مرات ما نشوفه، ولا حد يكلمنا عن دين وعن فطرة ولا عن صيام ولا عن أي حاجة. هو بيبيع الحاجات دي خارج المسجد؟ بيبيع التمبات قدام المسجد، يعني يعني احنا بنصلي كده، يعني خاتينا الدكان قدامنا اصلا كده خاصة في حارة المسجد تماما. طيب تسمع يا شيخ، بيبيع الدخان والشيشة والتمبات. طيب تسمع ان شاء الله تعليق الشيخ. شكرا جزيلا. أحمد يقول في واحد قدام المسجد بيبيع الشيشة والتمباك والسيجارة وغيرها ولا أحد ينهاه، هل في ذلك يعني حرمة؟ أي طبعا، يمشي المسجد يبيع شيشة وتمباك وسجاير ده ممنوع خالص، حق ناس المسجد لجنة المسجد تمنعه، تمنعه خالص، ما يبي فيه الحين دي حرمة المسجد. معليش بعض الناس يفرش قدام المسجد في الشارع في مدخل المسجد أرياح وحاجات كده حياط ما محرمة دم عليش، ومعين رغم ان البيع داخل المسجد ممنوع، داخل صحن المسجد داخل حوش المسجد البيع ممنوع، في الشارع برا بيع برا. طيب. لكن كمان في مدخل المسجد في الشارع قدام البواب بتاعت المسجد ما يبيع الحاجات المحرمة دي، ناس التنباك والشيشة والسجائر. اتفق كل علماء العالم الإسلامي على حرمة الثلاثة دي، شربهن والتجارة فيهن، السجائر التنباك الشيشة. طيب شيخ، هذا السائل الشيخ يسأل عن كثرة النوم داخل المساجد في نهار رمضان. هي طبعا زي ما قلنا في الأول إنه شهر رمضان ده ما شهر خمول ونوم. الزول جاء أنت خلصت الشغل جيت لصلاة الظهر صليت الظهر أمسك مصحف أكر كبس عليك النوم ودار تنتظر لصلاة العصر، خلاص خليك مدة كده، لكن مجرد ما تجمع صلاة العصر كلهم يقوم. الأذان أذن يعني المؤذن لازم يتبر الناس دي كلهم يلقوا للصلاة، يقوم يمشي يطد ويجوا. بعد مرات لما الأذان يأذن ما بيقوم، الإقامة قامت يقوم من الإقامة يقف في الصف، يقوم من النوم يقف في الصف، يصلي بدون وضع، يبقى ده ما دخل المسجد عشان الصلاة، دخل المسجد عشان النوم. يبقى لا، لابد لجنة المسجد تكون حاسمة في الموضوع ده. مجرد الأذان العصر أذن طوالي وسمعوا الأذان النايم يركضون هنا كده رجلين يقوم هم يتوضوا تعالوا. ما عملت المرة الجاية ما نفتح المسجد ده بعد بين صلاة الظهر والعصر بنقف له بدون هرشة كده. ياسر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحب بك ياسر، تفضل. صحيح يا مولانا في الله. الله يحييك ياسر. تسلم يا أخي. في صلاة الجمعة الإمام سهى في السجود الثاني وقام طوال الرقعة الثانية، فالناس رجعوا ما رجعوا، في ناس قاموا معه وفي ناس سجد سجدة واحدة، يعني سجد سجدة واحدة وقام طوالي للرقعة الثانية، في ناس قاموا معه. طيب في ناس في الركعة الأولى منتظرين انه سجد. أنا قاعد أسأل الناس اللي قاموا معه زي صلاة الصباح ولا
ورجع ثاني جاب السجدة. طيب رج هل هو عاد للإتيان بالسجدة ولا ما عاد؟ رجع؟ عاد بعد وقف قدم عاد للسجدة وقام ثاني. طيب في ناس كانوا في ناس قاموا معه. طيب حاضر. بعدين بسأل عندي سؤال ثاني مولانا. ايوه. مثلا زول نام صلاة الصبح ما قام صلى حاضر. ليه قريب الساعة 10 ولا الساعة 11 يقوم يصلي ولا مع الظهر؟ يصلي قبل الظهر ولا بعد الظهر الصبح؟ هو ما صلى الصبح إلى الساعة 10 مش كده؟ إلى الساعة 10 كده ما صلى الصبح. طيب حاضر ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يسهل امرنا وامركم. يقول في صلاة الجمعة سهل الامام واتى بسجدة واحدة وقام للركعة الثانية. في بعض الناس قاموا معه والبعض الاخر ما قام. هو حصل هو لكن رجع ثاني وجاب السجدة. جاب السجدة. ايوه نعم. وقام للركعة الثانية. نعم. يعني في الحالة دي صلاته صحيح لانه سجد واحدة قام. في الحالة دي لما رجع ساجد والله رجع جاب الجلوس بين سجدتين. ما هو لما سجد سجدة واحدة وقام ترك له ركنين. الركن الأول الجلوس بين سجدتين. الركن السجدة الثاني وقام من السجود طوال يبقى ترك ركنين. لو رجع قاعد جاب الجلوس بين سجدتين وجاب السجدة وقام جاب الركعة الثانية تامة وقرا التشهد وسلم يجب للسهو بعد السلام للقيام الزيادة ده الصلاة صحيحة. أما إذا رجع طوالي رجع من فوق ساجد وقام للركعة الثانية يبقى صلاته بطلة. كلهم جمعتهم بطلت لأنه ترك ركن من ركان الصلاة اللي هو الجلوس بين سجدتين. إن شاء الله يكون الزول ده جاب السجود بين السجدتين. الناس اللي قاموا معاهم صلاتهم صح واللي ارتبكوا وقعدوا وقاموا وجاتت الحكاية والثاني تابعوا الإمام صلاتهم صحيحة. اي خطا سهو يسهو الامام يتحمل الماموم استغفر العظيم اي سهو يسهوه الماموم يتحمل الامام نادي المرتبكوا واحدين قاموا واحدين قعدوا واحدين تابعوا الامام صلاتهم صحيحه يعني كان الاولى ان يجلس بين السجدتين وياتي بالسجده ان شاء الله يكون عمل كده. طيب اذا عمل كده صلاتهم كلها صحيحه ما عمل كده جاي من فوق ما قام طوال راح ساجد وقام ما يبقى في الحاله يترك ركن من كان صلي الجلوس بين السجدتين الصلاه بطلت. طيب يسأل عن من يستيقظ بعد الساعة 10 ويصلي صلاة الصبح. أي تأخر الصلاة عن وقت من الذنوب الكبائر. قال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون بأخروا عن وقتها. طيب. زول إذا كان غلب النوى نام من بدري وقال نوى يصلي الصبح حاضر وخدت نومه غصبا عنه لغاية الساعة 10 هذا ما عنده عذر ويصلي الصبح قضاء وما عنده ذنب. لكن إذا كان تعمد أيضا. طيب محمد من ابو قرون السلام عليكم يا ابو حميد. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك تفضل. التحيه لك والتحيه للشيخ الاستاذ محمد الزمان. ولك التحيه. انا بزعل عن المسلسلات الدينيه. الابتهالات. المسلسلات الدينيه. المسلسلات. ايوه ويعني النقطه بتاعت اللي يعني الناس مجرد ما تكلم وتقول لهم والله كده حرام وجد انه نرجش وما نرجش وتلطخ بدم الخنزير يقول لك هذا باطل وهذا يقول لك ما له سنه وما له حد يعني يجرب يعني ساق لك عديل يعني ما مقتنعين بالدليل ولا مقتنعين بالسنه دي ويلعبوا في الدكان يلعبوا في الجامع يلعبوا في اي محل كبيره صغيره يلعبوا ويشبهوك بالمتشدد ويشبهوك بال حاجات كثيرة يا أخوي جزاكم الله خير وبارك الله فيكم يا أخوي. شكرا جزيلا محمد. محمد يسأل من المسلسلات الدينية. هاي المسلسلات الدينية إذا كان ما بتأخر الزول فيها عظات وعبر وتاريخ وكذا ما فيها مانع بس ما تأخر عندها صلاة في وكذا أو ترك واجب. طيب عنده سؤال آخر يقول مسألة اللعب الليدو يقول لما تقول لهم الحديث أنه حرام وترد لهم الأحاديث يقول هذا الكلام ليس صحيح وهذا كلام باطل وليس له أساس من الصحة ويواصل في لعب الليدو. هل يعني هذا يدخل كمان في جانب آخر مسألة إنكار حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنكار حديث في صحيح مسلم
حديث صحيح وصحيح مع العلماء على أن ما في صحيح البخاري ومسلم هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبعدين عندنا الأئمة الكبار الأئمة الثلاثة اللي علموا جمهور العلماء، مش عالم واحد الاثنين، جمهور العلماء من السلف والخلف على أن اللعب بأن الدشير حرام. يبقى المسلم اللي هو بيؤمن بالله ورسوله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال رفض الكلام ده معناته رفض. ومن يشاقق الرسول، قال تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع سبيله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. لا اله الا الله. اي عاند بدل ما يقول سمعنا وطعنا يقول كلام السيدة كمان. نعيد الحديث ثاني اللي ما سمعوه، عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. من هذا الحديث والحديث في ذكر الإمام في شرح صحيح مسلم للإمام النووي، أي قال هنا دا جمهور العلماء على أن اللعب بالنردشير حرام، سواء كان بقروش أو بنور قروش. نقول سمعنا وطعنا. صحيح. آخر الزول يلعب ويحترم بأنه حرام ويلعب أحسن من البنكر وما يلعب، لأنه اللي بيلعب ومحترم بأنه يقول عاصي، لكن البنكره وما يلعب ده معناته أنكر حاجة هنا يثبت في الشرع. صحيح. وإذا نكر حديث واحد صحيح معناته حينكر كل الحديث الثاني. وربما يكون مؤمن بهذا الحديث لكن يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم بس عشان يلعب بس ينكر هذا الأمر. لا 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 مستعان. طيب هذه سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بنساء صلاة التراويح في البيت؟ أي طبعا إمامة المرأة اختلف فيها العلماء، عند المالكية عندهم قول واحد بس، لا تصح إمامة المرأة لنساء زيها ولا لرجال. أما المذاهب الثلاثة قالوا تصح إمامة المرأة لنساء زيها. طيب وين تقيف؟ وتجهر محل الجير وتسر محل السر، تقيف وسطي أي ما نعم. تتقدم قدام. طيب هل يجوز لها أن تحمل المصحف وهي تقرأ به؟ حمل المصحف إذا كان بيؤدي لحركات كثيرة يبطل الصلاة، وإذا ما بيؤدي لحركات كثيرة ما يبطل الصلاة، لأن العلم يقول العمل الكثير سهوا أو عمدا يبطل الصلاة، سهوا أو عمدا يبطل الصلاة. العمل الكثير الحركات الكثيرة، يحرك يدين ويحك حك بيقال بيقال. نعم. يبقى إذا كان مصحف تخد المصحف وتمسك المصحف وتشيل بيقال تخد بيقال يبقى عمل كثير. ولزوم شنو؟ أقرأ من الصورة القصيرة أنت حافظها. نعم. طيب هذا السائل يا شيخ يقول بالنسبة لي التنكيس في قراءة القرآن في الصلاة ما معناه؟ التنكيس الممنوع هو أنك تقرأ من الصورة وتطلع لفوق، عكس صورة قوله والله واحد يقرأ لم يلد ولم يولد بعد يقرأ لم يكن له، يعني يقرأ من الصورة ويطلع لفوق في الصورة نفسها، يقرأ من الصورة ويطلع كده الممنوع. لكن قريتها الركعة الأولى قريتها النازعات، الركعة الثانية قريت عم صلاتك صحيح. بس يستحب الترتيب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بعشرة الصحابة، قرأ ظنه سورة الإسراء في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية ظنه قرأ سورة يوسف بس ما متأكد من الاثنين. المهم قرأ سورة وقرأ الركعة الثانية فوقها. عشرات الصحابة وراء ما في دول يستنكروا، والصحابة ما بيسكتوا زينا. لو شو مجمر المؤمنين غلط يصححه. يا سلام. أي أدل الكلام ده وجدت في صحيح البخاري. بهذه الإجابة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كل الشكر بعد شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور الوالد محمد أحمد حسن الذي تولى الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، شكرا لكم يا شيخ. بارك الله فيك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم أينما كنتم على حسن المتابعة. حنين قلوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم عند المناجاة بالسر، وأجسامهم في الأرض سكرى بحبه، وأرواحهم في ليل حجب العلا تسري، عباد عليهم رحمة الله أنزلت فظلوا عكوفا في الفيافي وفي القفر، وراعوا نجوم الليل لا يرقدونه بإدمان تثبيت اليقين مع الصبر. هذه تحياتي محمد عثمان والفريق العامل، تقبل الله منا ومنكم، في أمان الله.